احساسنا على مسرح استراك ده احساس ما اقدرش اوصفه بصراحه، يعني اكيد في قمه السعاده وانا على المسرح، وتشجيع الجمهور لينا، وان السنه دي جايين مختلفين. السنه اللي فاتت كنا طلاب، السنه دي جايين عشان عاملين اغنيه كويسه محققين نجاح، فالحمد لله احساس مختلف، ونشكر ربنا، وده فضل ربنا وفضل الاساتذه اللي وقفوا جنبينا. يعني الحمد لله رب العالمين، انا مبسوط جدا ان انا كنت على مسرح ستار اكاديمي النهارده، ومبسوط اكتر ان انا كنت مع مينا، والاغنيه الحمد لله رب العالمين ناجحه بالناس، وردت فعل الناس لحد دلوقتي كويسه على الاغنيه، ولسه الاغنيه بتزيد مشاهده على اليوتيوب. حوالي 1,155,000 باين صح كده، ان شاء الله باذن الله تزيد اكتر واكتر. ومبسوط جدا بقى ان انا كنت على مسرح ستار اكاديمي، دي بالدنيا عندي ان انا كنت ضيف مش طالب. طبعا اكيد شرف لينا ان احنا كنا على مسرح ستار اكاديمي النهارده، وان شاء الله باذن الله نيجي دايما كده نضيف، يعني ان شاء الله باذن الله.